أهلا بكم. الهدنة المعلنة من طرف التحالف العربي في يومها الثاني، لأن الحرب لم تتوقف وخروقات الميليشيا مستمرة في جميع الجبهات. فجر الأحد أعلن الجيش الوطني اعتراض التحالف العربي 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا نحو مأرب، فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء أحمد عسيري إنه تم تسجيل 180 خرقا من قبل الحوثيين وحلفائهم للهدنة، مؤكدا أن التحالف سيتصدى لكل محاولات الحوثيين لتغيير الوضع العسكري على الأرض. في زوايا الحدث لهذا المساء نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أثر هذه الخروقات على جهود التهدئة، وموقف التحالف والمجتمع الدولي منها، دلالات تصعيد الميليشيا لعملياتها العسكرية مع كل هدنة يعلنها التحالف العربي. جاءت الهدنة السادسة في وقت كانت العمليات العسكرية تشهد تصاعدا ملحوظا، خصوصا في جبهة تعز المشتعلة على الدوام منذ عامين. في ذات الوقت كانت التحركات السياسية قد وصلت إلى ذروتها مع مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإنهاء الحرب وخطة ولد الشيخ التي رفضتها الحكومة. الهدنة التي جاءت مباغتة ونتيجة ضغوط المجتمع الدولي لم يتوقع لها أحد أن تأتي بجديد أو تسمح بثغرة للحل السياسي في البلد، إلا أنه كان يفترض أن تصمد في عدد من الجبهات وفقا لما أنجز على المسار السياسي، لكن ذلك لم يحدث. ففي الحدود اليمنية السعودية كما في تعز كما في مأرب كما في باقي الجبهات كانت الميليشيا تواصل خروقاتها وكأنها لا تأبه لها ولأي جهود للتهدئة، وهو ما يحدث في كل مرة يتم الإعلان فيها أو فيه عن هدنة جديدة. نتابع النقاش مع ضيوفنا في موضوع هذه الحلقة، وحول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير للزميل وليد البوكس. في حين كانت أخبار الهدنة تنتشر وتتوسع، كانت أيضا قذائف ورصاص الجماعة الإنقلابية تواصل حصد ضحاياها من المدنيين، خصوصا في مدينة تعز التي تتقاطع عندها الأطراف بالاتفاق والاختلاف. لكن في كل الأحوال تبدو تعز هي الخاسر الوحيد بعد الهدنة كقبلها. ليس الحديث هنا عن تعز إلا بوصفها استجرارا لفكرة رفع الحصار وإيقاف ما يتعرض له أبناء هذه المحافظة من جحيم الحرب. هذه المشاهد التي نتجت عن تساقط قذائف الميليشيا على أحياء المدينة تؤكد سقوط الهدنة أيضاً قبل تثبيتها، فتعز ليست سوى فقرة واحدة مما يراه بيان التحالف بشأن الهدنة ضرورياً من أجل العودة إلى طاولة الحوار بغرض التوصل إلى إحلال سلام دائم، بدءاً من الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بإدخال المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحاصرة. قال التحالف إنه سيثبت هدنة خلال 48 ساعة، وقالت الجماعة الإنقلابية إنها ستلتزم. التزم التحالف وتوقفت الغارات الجوية، بينما استمرت الميليشيا بقيادة قطار الموت في مناطق التوتر والأحياء البعيدة عن مسرح المواجهات. وما يعني هنا أن الرد كان غير ذلك تماما، بل ويدخل في سياق الإجهاز النهائي على الهدنة. المتحدث الرسمي لقوة التحالف العربي أحمد عسيري أكد أن خروقات الميليشيا لليوم الأول من إعلان الهدنة وصلت إلى 150 خرقاً داخل الأراضي اليمنية و30 خرقاً على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بينها اعتراض منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا باتجاه محافظة مأرب. والواضح هنا أن الهدنة هشة كسابقتها، وإن كان مبعوث الأمم المتحدة تحدث عن تلقيه تأكيدات من جميع الأطراف على الالتزام بشروط وقف الأعمال القتالية. إذن على مشارف انقضاء اليوم الثاني من الهدنة الثالثة خلال هذا العام، تبدو الصورة أقرب إلى أن الحرب باتت تتغذى على فكرة الهدنة، بل تشتد وتتسع بلا حدود. أبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع الناطق باسم الجيش الوطني في تعز العقيد منصور الحساني. أهلا بك سيادة العقيد. مرحبا بك أخي الكريم، مساء الخير. سيادة العقيد، هل يمكن الحديث عن هدنة في محور تعز؟ والله أخي الكريم، لا يوجد هدنة في تعز
يعني اليوم الثاني على التوالي هو الميليشيات الحوثيه العطاشيه تخرق الهدنه في مدينه تعز وتقتت بالقصفان العشوائي على الاحياء السكنيه والمناطق الصب للسكان ومواقع المقاومه الجيش الوطني في جميع الجبهات القتاليه. تمثل الخروقات اليوم وصل على الخروقات الى 132 خرقا في مدينه تعز، وتمثل في قصف بالاسلحه الثقيله على مواقع المقاومه وشن هجوم على مواقع المقاومه في مختلف الجبهات القتاليه، حيث ترغب الميليشيات في استعاده المواقع القتاليه، المواقع التي حررها الجيش الوطني خلال الماضيين. الخروقات مستمره والقصف يعني يشتد بالامس واليوم، ولا يوجد التزام، لا يوجد هدنه، لا يوجد اي يعني بوادر ايجابيه في طيب. في ظل حالة عدم الالتزام التي تتحدث عنها فيما يخص اختراق هذه الهدنة، أنتم في الجيش الوطني كيف تتعاملون مع خروقات الميليشيا للهدنة؟ طبعا أخي الكريم، الميليشيات هجوما خلال 24 ساعة على خمس جبهات قتالية. الجبهة الشمالية حيث شنت هجوما شرسا على مواقع الجيش الوطني في الجبهة الشرقية، فكان رد الجيش الوطني هو صد الهجوم ومنع هذه الميليشيات من التقدم، ودارت معركة شرسة، استطاع الجيش الوطني أن يصد الهجوم ويتقدم ويسدد الميليشيات خسائر في المعدات والأرواح. أيضا قامت بهجوم على جبل الهام في الاتجاه الغربي، والجيش الوطني تعامل مع الهجوم في صده ومنع من التقدم. قامت بهجوم في جبهة الصرب، والجيش الوطني تعامل مع الهجوم بصد ومنع من التقدم. يعني الاسلحه الثقيله التي تقصف المدنيين والمدنيه يتم التعامل معها واسكاتها، لان نقف متفرجين والميليشيات تقتلنا وتقصف المدنيين وتقصف وتستهدف مواقع الجيش الوطني في جميع الجبهات. اخي الكريم، طيب هذه الهدنة جاءت سيادة العقيد في وقت ربما كان الجيش الوطني في تعز يحقق تقدم مهم باتجاه استكمال تحرير المحافظة من الميليشيا، هل هناك من تأثير ربما لفرض هذه الهدنة على مهمتكم في حسم المعركة في تعز؟ نحن نعتقد أخي الكريم أن هذه الهدنة هدية مجانية للميليشيات حتى تستعيد أنفاسها وترتب صفوفها وترتب مقاتليها، لأن الوضع كان في أوساط الميليشيات في الانهار، وكان هناك يعني حالة من الانهيار الكامل والكلارات بين عناصرهم، وكان يعني الجيش الوطني يحقق تقدما كبيرا في معظم جبهات القتال، فكانت هذه الهدنه هي يعني هديه مجانيه لهذه الميليشيات حتى يتوقف الجيش الوطني وتستطيع ترتب. طيب سياده العقيد، لو تفسر لنا كيف هذه الهدنه اصبحت هديه مجانيه للميليشيات، تتحدث عن انهم كانوا في حاله انهيار، ما الذي تغير بفرض هذه الهدنه حتى نشهد كما تقول في حديثك انهم يستهدفونكم من اكثر من خمس جبهات؟ اولا يعني بتوقف عمليه التغطيه الجويه دفعت تعزيزات كبيره من اتجاهات مختلفه الى جبهات تعز وتقويه عناصرهم في الجبهات القتاليه. ايضا الجيش الوطني توقف عن يعني مواصله وتيره الهجوم التي كانت متسارعه وتشكل ضغطا نفسيا على الميليشيات في جبهات القتال. بالتوقف استطاعت ان تستعيد انفاسها وترتب اوراقها وتغير مواقع التمركز وتنفذ مناوره بالوحدات والقوات. وايضا استطاعت من خلال الهدنه هو استخدام بعض الذخائر والاسلحه التي كانت على وشك النفاذ والضغط، حيث انها تقوم باستجلاب الاسلحه والذخائر باتجاه البحر بعمليه تهريب عبر العصابات التهريب البحر الاحمر من اتجاه القمم الافريقي. الطيران عندما يغطي ويراقب الاجواء لا يستطيعون ادخال الذخائر والنواقص بشكل مستمر، لكن عندما يتوقف الطيران وتحدث هدنه لا يستطيعون ترتيب اوراقهم واستجلاب الامكانيات والذخائر والتعزيزات وترتيب صدورهم. اخي الكريم، طيب بالنسبة لكم في محور تعز، ما الذي تبقى من هذه الهدنة؟
نحن لا يوجد يعني هدنة عندنا نهائيا، القصف والقتل مستمر يعني وزادت حدته أثناء إعلان الهدنة، ونحن متعودون في مدينة سعد دائما في ضمن الهدن تزداد وتيرة القصف العشوائي والهمجي وقتل المدنيين، استهداف المدارس، استهداف المستشفيات، استهداف الأسواق. نحن يعني نعرف طبيعة هذه الميليشيات خلال الهدن تزيد من وتيرة الاستهداف والقصف العشوائي على المدنيين. نعتبر أنه لا يوجد هدنة في تعز من قبل الميليشيات، ولا يوجد التزام، ولا يوجد انضباط في عملية الهدنة المفروضة والمعلنة. أخي الكريم، طيب سيادة العقيد، تتحدث عن أن الميليشيا استفادت من خلال هذه الهدنة ربما بإيقاف التغطية الجوية، وبالتالي السماح لها بالكثير من الإمدادات أن تصل إلى جبهاتها. أهمية تصريح أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي عندما يقول أنه لن يسمح بتحسين الوضع العسكري في الميدان للميليشيا، وأنه سيتم التصدي لأي محاولة يكون ربما هدفها تغيير موازين القوى، كيف يمكن فهم أهمية هذا التصريح وفي ظل ما تتحدث به أنت عن أن الميليشيا استفادت ربما من إيقاف التغطية الجوية؟ أخي الكريم، الأعمال القتالية والمعركة في اليمن بشكل عام للاستعادة الشرعية وفرض الاستقرار والأمن هي عملية مشتركة بيننا وبين أخواننا في التحالف العربي، والمعركة واحدة وإدارة المعركة واحدة. لذلك لكن الميليشيات هي ترتب امورها بمجرد اعلان الهدنه في الدقائق الاولى وفي اللحظات الاولى وفي الساعات الاولى، تدفع بامكانيتها وتنفذ ما تريد في الساعات الاولى، والناس يعني يرقبون الهدن وينتظرون ما هي النتائج، لا يعني تعطي فرصه لكي يعني يطول الوقت. هي يعني تدرك ولديها خبرة في اغتنام الهدن، لأنها هي التي من تبحث عنها عن طريق وساطات دولية وتعرف ما تريد، ولذلك تجهز أوراقها وأمورها مسبقا. مجرد إعلان الهدنة تدفع بكل ما تريد أن تحقيقه من تعزيزات ومن تحركات، ويكون الطيران والتحالف ينتظر ويرفض الوضع. مجرد لا ينتظر غير قد لأن الميليشيات قد دفعت بإمكانيتها ونفذت ما تريد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد منصور الحساني، كنت معنا من تعز، ينضم إلينا من إسطنبول الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. ربما هناك عنصر مباغتة في فرض هذه الهدنة، وربما أيضا يرى البعض أنها جاءت وفق الترتيبات السياسية مبنية على مساعي كيري الأخيرة. موقع هذه الهدنة بالنسبة لك ضمن خارطة مساعي الحل السياسي؟ لا شك أنها أتت في لحظة فارقة، ولحظة أيضا لم تكن متوقعة من قبل كل الأطراف، بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة وتقاطعات أو تعارضات وجهتي النظر بين كل الأطراف الموجودة في الأزمة. لكن الإشكالية تكمن في المتغير الأمريكي الذي حاول في آخر لحظة منه، هي الإدارة الديمقراطية، في إيجاد حالة حراك أو ربما حالة إعلامية أكثر من حالة سياسية للضغط، وإيجاد نوع من التسويات في الحالة اليمنية على أمل ربما تسجيل حضور إعلامي للإدارة الديمقراطية. الآن على أرض الواقع أنا باعتقادي أنه ليس هناك أي هدنة، هي نوع من العبث السياسي في كل بكل ما تعني الكلمة معنا، لأنه لم يتحقق حتى ربما 20% من حقيقة هذه الهدنة. الحرب مستمرة من دقائقها الأولى لإعلان الهدنة، المعارك مستمرة، منع وصول الإمدادات، أيضا المعركة لا تنبئ أن هناك هدنة على الإطلاق، وإنما هناك نوع من العبث السياسي ونوع من الإحماء السياسي في وسائل الإعلام ليس إلا. عندما كانت هناك مساعي لفرض هذه الهدنة، ما الذي كان يفترض أن يترتب على هذه الهدنة؟ كان يفترض وجود ضمانات حقيقية. هذه الضمانات الحقيقية تتمثل أولا وأخيرا بوقف فوري وشامل لوقف إطلاق النار. أيضا في هناك خطط أو مقدمات كان يجب أن تضع من قبيل الحديث عن وجود مراقبة دولية، الحديث عن
إطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين كبادرة لحسن نوايا تجاه هذه الهدنة، لكن أي من هذه لم يتم، وبالتالي كان نوع من كما قلنا تسجيل حضور إعلامي لإدارة الديمقراطية قبل مغادرتها المشهد السياسي. طيب لا لا، لكن شهدنا توقيع في مسقط تم على ما يعرف باتفاق مبادئ مسقط والتزام الميليشيا بوقف إطلاق النار. هي بين أطراف ليست معنية، وخاصة حينما نتحدث نحن التوقيع كان بين ما سمي أو أيضا حتى التحالف العربي لم يقل أنه مشارك في ذلك التوقيع الذي طلع. تحدث الوزير الخارجي الأمريكي أنه بين جماعة الحوثي والتحالف العربي، التحالف العربي لم يحضر مثل هذا التوقيع. فضلا عن ذلك وهو الطرف المعني الأول والأخير هي الحكومة الشرعية التي تم تجاهلها، وبالتالي كان التأسيس من اللحظة الأولى لفشل مثل هذه الهدن وعدم بدواها. التحالف العربي حقيقة لم يحضر في مسقط، لكنه لم يعلن رسميا رفضه لما أعلن، وأيضا في اليوم التالي ربما التحالف أعلن عن هدنة فهمت أنها في إطار تخفيف حدة الضغوط المفروضة عليه من قبل المجتمع الدولي. صحيح، التحالف العربي لم يحضر ولم ينفي أيضا، وهذا كان ربما كان من قبل التحالف العربي أنه ترك المجال للحكومة الشرعية التي صعدت إعلاميا بشكل كبير من خلال وزير خارجيتها ومن خلال كثير من قنواتها وأدواتها الدبلوماسية، وبالتالي أنا باعتقادي كان مناورة التحالف موفقة في الحديث على أن المعنيين هم الحكومة الشرعية اليمنية، وبالتالي هي الطرف الذي ممكن أن يوافق على هذه الهدنة من عدم. ولكن الإشكالية حكمنت أيضا في اليوم التالي لصبيحة إعلان هذه الهدنة التي ربما كانت أيضا، وهذا ما يعني لم يتأكد حتى الآن، أنها كانت أيضا دون علم الحكومة اليمنية الشرعية، وبالتالي هذا الارتباك أيضا هو كان من أهم الأدوات التي أفشلت مثل هذه الهدنة. طيب أستاذ نبيل، في كل مرة يتم الإعلان فيها عن هدنة ربما نلاحظ تصعيد في عملية إطلاق الصواريخ البالستية، بالنسبة لك دلالات هذا التصعيد؟ أولا التصعيد هو شيء طبيعي أيضا، أنه مسألة الهدنة هي كما قلنا هي عبارة عن البحث عن انتصار سياسي فضلا عن ترتيبات ميدانية. التصعيد من خلال استخدام الأسلحة الثقيلة هو لا تفسير له سوى أن هناك ربما تعارض في المصالح بين طرفي التحالف أو بين طرفي الانقلاب، وأيضا نعلم مدى هذا الفجوة القائمة بينهم بذهاب أحدهم إلى مسقط وعدم ذهاب الطرف الآخر، وبالتالي ربما هناك تضارب وبقى بعض الأطراف تحقق بعض الاختراقات في إطار هذه الهدنة بالنظر إلى عدم حضورها التوقيع على مثل هذه الهدنة. طيب أستاذ نبيل، هناك عدة شروط طرحت فيما يخص نجاح أو كمعيار لنجاح هذه الهدنة، ربما شرط بارز فيها التئام لجنة التهدئة والتنسيق للإشراف على وقف إطلاق النار في ظهران الجنوب. لماذا الحديث عن هذه اللجنة بشكل مهم وبشكل واضح ربما حتى تركيز عليه من قبل كيري؟ أهمية التئام هذه اللجنة وما هي قادرة فعله من خلال عقد اجتماعاتها في ظهران الجنوب؟ أولا اللجنة هي لجنة فنية بدرجة رئيسية، هي لجنة فنية وعبارة عن غرفة عمليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتواصل على مع الأطراف المتقاتلة في الميدان، ومن خلالها يتم رصد أي انتهاكات للهدنة واختراقات للهدنة ومعالجتها في إطار إفراد هذه الخلية أو هذه اللجنة. حتى الآن لم تلتئم هذه اللجنة، لكن بعض الأطراف الأمم المتحدة تحدثوا على أن خبراء الأمم المتحدة موجودين في ظهران الجنوب، فقط الطرف الانقلابي لم يحضر، لكن في الأخير كما قلنا هي حضرت هذه اللجنة في أكثر من مرحلة سابقة، لكن لم يكن أو لم يسجل لها أي نجاح على الإطلاق. هل تعتقد أن هناك آليات واضحة لدى المجتمع الدولي، لدى الأمم المتحدة، لدى أمريكا لمراقبة أي هدنة تفرض في اليمن وبالتالي معرفة من يخترق هذه الهدنة؟ لا شك أنه لديهم آليات للتعاطي والتعامل مع هذه مع حالة الحروب وحالة الهدن التي تقع هنا وهناك، لكن الإشكالية الآن في الحالة اليمنية أنه ليس الأمم المتحدة معنية بالسلام وليس الأطراف الدولية معنية بالسلام. الأطراف الدولية والأمم المتحدة معنيين بإدارة هذه الحرب وليس بإيقافها، وهذا الظاهر من كل
المراحل السابقة واللاحقة وحتى الحالية الآن. نحن أمام مجتمع دولي يدير الحرب وليس يسعى لإيقافه والبدء بمسارات سلام حقيقية على الأرض. طيب، تأثيرات ربما فرض هذه الهدنة على عملية التقدم النوعية التي كانت للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في أكثر من جبهة، وربما الحديث الأبرز هو في جبهة تعز، هل تعتقد من تأثير سيكون على مسألة تقدم قوة الجيش الوطني والمقاومة هناك؟ لا شك، هنا هو هذه النقطة الجوهرية التي تنعكس على مسألة إدارة الحرب من قبل من أراد فرض هذه الهدنة، وهو الطرف الأمريكي. الطرف الأمريكي يمتلك علاقات جيدة مع الميليشيات الطائفية الانقلابية، ومن خلال هذه العلاقة يريد إدارة المعركة وأن تنتهي هذه المعركة لصالح هذه الميليشيات الانقلابية، وهذا الحاصل في كل مراحل الصراع أو مراحل إعلان وقف إطلاق النار. كانت تأتي مراحل إطلاق وقف إطلاق النار في لحظة انهيار وتسارع الهزيمة من قبل هذه الميليشيات الانقلابية، فكان يعطيها هذا الهدن مثابة تنفس اصطناعي واستعادة ترتيب أوراقها في الميدان. بالتالي الخطورة اليوم تكمن أنها تنعكس سلبا على الجيش الوطني وعلى المقاومة الشعبية على الأرض، بالنظر إلى أنها تسعى هذه الهدن إلى استعادة أنفاس القوات المنهارة، فضلا عن خلق فجوة كبيرة، وهذه هي أخطر ما في هذه الهدن، أنها تعمل فجوة كبيرة بين الحكومة الشرعية وبين الجيش الوطني والمقاومة على الأرض، بالنظر إلى أن هذه الهدن تصب في صالح الطرف المنهزم وهي الميليشيات الانقلابية، وخاصة في مرحلة معركة تعز اليوم. طيب، بالتالي كيف يمكن للحكومة لقوات الجيش ربما تسجيل نقاط على الميليشيا من خلال هذه الخروقات؟ لا شك أنه من خلال متابعتنا لمعركة اليوم التي ابتدأت ظهرا، كان هناك رد نوعي وحازم من قبل الجيش الوطني والمقاومة، وفي هناك أيضا تقدم ورد على كثير من مصادر إطلاق النار. أيضا أنه هذه يعني مسألة عدم الالتزام الحرفي بتوجيهات وقف إطلاق النار، لأنها في الأخير ليس هناك أمامك طرف يلتزم بمثل هذه الهدن، وبالتالي لكل فعل رد فعل. هذا الذي ينبغي أن يكون بالنسبة للمقاومة والجيش الوطني على الأرض. طيب، سؤال أخير أستاذ نبيل، في ظل استمرار خروقات الميليشيا وتصعيد عملياتها العسكرية، المجتمع الدولي الذي تقول أنه الآن لا يبحث عن استقرار وأنه يدير الحرب، كيف سيتعامل مع مطالب الطرفين ورؤيتهما للحل؟ المجتمع الدولي لو كان جاد في مسألة إيجاد حل الحرب في اليمن، يفترض أنه من خلال جولات السلام السابقة من جنيف إلى الكويت وإلى بكل مراحلها، كان قادر على أن يضع خارطة الطريق للسلام. هذه خارطة الطريق أنا باعتقادي ليست بذلك التعقيد وليست بذلك الصعوبة بمكان، لأنها كانت واضحة وصريحة من خلال قرارات دولية مهمة وصريحة، مثل القرار الدولي 2216 الذي فسر حقيقة ما يجري في اليمن أنه انقلاب وأن هناك شرعية منقلب عليها، وبالتالي لا حل لهذه بحسب منطق القرار إلا من خلال انسحاب الميليشيات الطائفية والانقلابية من المدن وتسليم السلاح وعودة الشرعية، وبالتالي استئناف المسار السياسي. أنا باعتقادي هذه معادلة بسيطة وواضحة للحل في اليمن، وأي تجاوز لهذه المعادلة بمعنى أنه تأجيل وترحيل لمزيد من الحروب والصراعات في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول، وأيضا الشكر موصول للعقيد منصور الحسين الناطق باسم الجيش في تعز. يفترض كان أن يكون معنا القائد قوة الاحتياط اللواء سمير الحاج، لكن ربما هناك خبر كان قبل قليل عن تعيين رئاسة هيئة الأركان لناطق جديد باسم الجيش. شكرا جزيلا لكل الضيوف، وشكرا لكم. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة كمال حيدر، في أمان الله.